الاحباب زينين ماشي ساهل يزيد عندك ولد ومازال ما تشوفهاش. اما انا في لو 13 سيفري 2015 زين عندي ولدي الياس الماني وامه سماتها الياس. انا كنت باغي ادم امه سماتها الياس. زاد لو 13 سيفري 2015 وانا نحوس في كاع السبيطارات في الالمان ماشي كاع المانيا. المهم المدينه اللي تسكن فيها تسكن في مدينه كولن. نحط لكم لا فوتو تاعها هنا. تسكن في مدينه كولن. عيطت لي قالت لي الياس ولدك زاد وسميتها الياس. عطيني الادريس تاع السبيطار قالت لك لا ما نعطيكش. دارت لي ستريس في حياتي. ردتني نغلي غضبت ترينات ولي مترو طاكسيات ونجري من السبيطار للسبيطار من خانكن هاوس لخانكن هاوس. باغي نشوف ولدي ندخل ريسبسيون نعطيهم اسمها واللقب تاعها كاش. قالوا لي ما كانش لا ما عرفتهاش وين راهي. الياس ولدي زاد ومازال ما شفتهاش. يهضر ماشي بيزار عندك ولد مع المانيا. المانيا كانت تحت يدك من بعد تدور عليك وتبدل عليك بسبة عشوالة. انني ضربتها بسرعه ضربتها بسرعه شدت لي الحقد ما شدت لي الحقد اي هذا ما يسواش منها من الناس اي بون لا فير كلاسي طفيه ما تزيديش دوري به ما يشوفش ولده. اقسم بالله العلي العظيم يا خوتي ما راني نكذب عليكم يومين وانا ندور عاد روحي قابلت المرايه قلت سي بون. من هذيك الدقيقه اللي قالت لي الياس ودك زاد قلت ما نزيدش نخرب ما نزيد نسرق ما نزيد ندي حاجه الناس ما نزيد ندي قش ما نزيد ندي ريحه ما نزيد نرفد حاجه والو سي بون. عاد نفسي في هذيك الدقيقه وانا ما كانش على بالي بيا باللي فيا عام تاع حبس. المشكل انهم كانوا يسلوا لي بريات ما كنتش نعرف نقرا الالمانيه. نكذب البريه حطها قيس نكذب البريه حطها قيس شا غادي يديروا لي ما يديروا لي والو. شاد في هذيك الهضره كونتينيت في طريقي. بس عن نهار اللي زاد ولدي الياس لو 13 فيفري 2015 وقتنا الحالي دروك راه عنده 8 سنين. اقسم بالله العلي العظيم لا قابلت المرايه قلت هوالي سي بون ما تزيد دير والو حتى مشكله. قلت الطاكسي وقعدت نحوس نعيط لهم بقاش ترفد بلوكاتني. رحت عند المحامي قلت لها قالت لي ولدك زاد منا منا. قال لي دروك ما عندكش حق باش تشوفه. قلت لها كيفاش ولدي ما عنديش حق باش تشوفه. قال لي واه. قال لي حتى نديروا لا ديان. قلت لها المحكمه طولت خويا. قال لي واه هاد الامور. قال لي طولوا باسكو هي ماش باغي تريبوندي دروك وراهي تقول ما نديرش لا ديان البيبي مازال راه صغير. قال لي راهم باغيين يعيوك شا ندير شا ما نديرش خوتي صاي كراس. دو سيمان وانا نحوس كيفاش ندير ونعيط لها والو بلوكيتني مكاش كيفاش صاي. وليت للدار والثاني نعلبو ما قري كنت حالف ومنا قلت انا نعلبو اللي يزيد يحوس عليها. خلي القضية تتمشى في المحاكم وحتى يجيب لي لافوكا حقي. جا واحد النهار قبدوني فيريفيكاسيون في البلاصة اللي نسكن فيها. هالو كنا زيميا اوزفايس جيبن. قلت له انت اسبكتور نعرفك وتعرفني علاه تقول لي طني اوزفايس زعما الكارطه اللي تمشى بها. قال لي فيريفيكاسيون باغي نتاكد. قال لي راك نتاكد منك من الهويه تاعك. قلت له شتا تعرفني وانا ما كاش على بالي بلي خارج لي بيدو ريشيرش خوتي كاش على بالي. قلت بلي تم دورني دالي لي مينو طاك طلعني اللوطو داني كوميساريه طاك جبد لي قبض بالحكم ترجم بالعربيه زعما ما عندك ما تقول لي ما فهمتش ولا عندك القبض بالحكم عام تاع حبس. قلت له عام تاع حبس علاش وانا ما رحتش المحكمه. قال لي الله يسهل عليك كانوا يرسلوا لك وما رحتش وانا سبتها ما كنتش نقرا البرايس كي كانوا يرسلوهم لي كانوا يرسلوهم لي وتخرجهم في الليل هكا في بورصه غير تما مجيت الدار سكيمين حرقهم نخرج هكا بورصه معمره راني نقول لك معمره برايس يرسلوا لي وانا على بالي بلي هما يرسلوا بزاف ومشاكل وما معليش نقول نحرقهم ما غادي نقراهم. هو ضبري داني كوميساريه شو ولا عام تاع حبس راني نقول لكم قهرت ما نجمتش السكر طاح لي فشلت. قلت له ولدي جبد له التصويره من والو عيط. قلت له عطيها النيميرو تاعها. قلت له هذه ماينا فخاو. قلت له هذه زعما هذه معايا. قلت له عيط لها تشوف تقول لك بلي انا من دي. الله يسهل عليك ما عيط لها ما والو. قلت له شوف ولدي. قال لي الله يسهل عليك. قلت له شوف ربي لي طالب واحد ديرها لي. قلت له نروح للدار اللي نسكن فيها اللي هي الكواعط. قلت له باسكو ما عندي حتى واحد انايا. قلت له انا عايش انا وحدي. قلت له اللي هي كواعطي وتصاوير والكواعط شو ولا اخوتي كواعط غير تاع المحامي كواعطهم اللي راني مكلف محامي والنيميرو تاعه والادريس تاعه والمحكمه العائليه راكم فاهمين. هذا هو شويه تصاور تاع الياس كانت راسلتهم لي كي زاد تما. ايماجيني تاع في بلاد وحده وهذا المراه الخلبه صفراء في بلاد وحده ولد معاها جابت اكوز دي موا على فان خرجتني نتيري عندي زوج تصاور ولا ثلاثه داوني للحبس. ما نتمناها لكمش. اكبر السجون المشدده في المانيا 23 ساعه في السيلونا البلاصه اللي داوني ليها ودخلت الحبس فيها جماعة المانيا يعرفوها والحراقه بالك كانوا عايشين فيها سموها هام. هذه هام يعني الهم يعني الشر جاي حدا مدينه دورتموند
هذه هام بعيده نص ساعه على دورتموند، دخلوني هذاك الحبس، حبس فريم زير مقود يا صاي، دارنا ما على بالهم الراني، ما كانش على بالها الراني، هي على بالها بلي داوني الحبس، تهنات مني تقول لك عام مازيد شي دور بيا، تهنات مني نكبر ولدي كيما نبغي، ندخله للمسيح كيما نبغي، ما يحوش عليا ما والو. دخلوني للحبس قعدت نقاير على الكارديا منا صاي، كيما نقولوا الخطره اللي فاتت 5 شهور خلوني قعدت برا، عاود 5 شهور عاود داوني عند حبس بسبب تاع شوال مشاكل خوتي، راني مستعرف بلي انا كنت ندير مشاكل، تما انا ما تمشي تظلموني ولا نو، انا ما ظلمونيش في المانيا، انا راني مستعرف بلي درت مشاكل، لكن حاجه ماشي مشاكل كبار، درت مشاكل صغار، خاطش الناس راهم في المانيا وراهم في اوروبا يديروا مشاكل كبار، يفيولونسا يفيولو صغار، يخونوا اغريسيون قوده، يضربوا الشوابين، يضربوا الشيبانيات، يضربوا يهرسوا الديار، يسرقوا الواطا، راكم فاهمين يعني، يديروا صوالح اللي معليش الا دخلوك الحبس وطاوك شي جمعه كبير، بصح انا الصوالح اللي بغيت نديرها ماشي زعما صغنها كبار، غير تما اي نافيغاج غير تما، قال لك هذا عطيناه 3 شهور خلينا 5 شهور قاعد برا، عاود ضربوا كدي يرقد عام، اما لا لا دات اللي داوني ليها خوتي داوني من 2016 حتى 2017 غادي نحكي لكم اشهر بشهر، الي زاد لو 13 فيفري 2015 خلوني برا، خلوني برا نجري 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 على الكواعط، نجري على المحامي، روح للكونسيلا قول لهم عطوني باسبور، الكونسيلا تقول لك لا ما صنعلكش، قالوا لي لازم ترجع للبلاد باسكو ما كاش عندك جواز كاع، ايا دخلوني للحبس عام تاع حبس، كي كتبت هذيك الورقه شفت فيها لا دات بالدقيقه والنهار سي بون، ما فهمت والو من الورقه، فهمت غير لا دات اللي قبضوني فيها اليوم هاوي تا غادي يطلقوني بيس اندر متالي زعما، دخلوني عطوني القش تاع الحبس اللي نبساه في الحبس، راني محكوم درو ما كاش كيفاش، ما كان محامي ما كانش راه على برا، في المانيا كان واحد الحاجه يعيطوا لها جالتش تخافه، يعني كي يكون فيك الحبس خلص دراهم وتخرج، ما عنديش الحق باش ندير جالتش تخافه، ما عندي والو، عندي 300 اورو السلام عليكم، داوني بها في الكونت بونكير 300 اورو، طلعوني واحد السيد هنا عند واحد مغربي سموه بدر من كازا، دخلوني عنده كان عايش هو واحد الماني في سيلونا بلاصه الثالثه خاويه، دخلوني ما كان عندي والو، ايا بدر قلت له اني مقهور صاحبي، قلت له ولدي الماني زاد انا غير نجري ما شفته ما والو، قلت له انا راني جيت في 2013 راني عايش هنا في الالمان، قلت له خويا داوني شي جمعه تاع 3 شهور خدمتها في حبس محلول، قلت له تحسب اوتيل، قلت له ضربوك جابوا لي هنايا، قعدت نطل من الثقه عندي 120 هكا في الثقه، انا بدر الالماني شيباني يو اخي هذا مكان عندنا ترمو هاك يحمي الماء، عندهم شويه قهوه شويه دخان شويه ماكله منا، هذاك بدر مسكين طلعت نرقد في السداري اللي فوقه وشي وهذاك الالماني شيباني وحده من هيها وبدر تحتي، قال نضحك انا وبدر منا تعرفنا، المهم هو انسان كان عايش في الطليان بعد جا المانيا وانا كنت عايش ديريكت في المانيا، انا جيت من البلاد اسبانيا فرنسا بلجيكا المانيا، قلت له هذه جوج متين الاولى، قالت لي ما كاش مشكل صاحبي، قال لي راك معايا لخاصاتك فوالا ما كاش مشكل، قلت له غير بلا ما شريت صوالح وجبتهم، قال لي سي بون صاحبي ما كاش مشكل، قال لي خصك قهوه قهوه، قال لي ما كاش مشكل راني هنا، المهم بدر هذا قدي في اللاج، فوت النهار الاول قلت له نعيط منها في التليفون للغارديانا، قالت لي لا هذاك الحبس مقود، قالوا لي غادي تقعد يامات هنايا بلا ما عطيناك سيلونه وحدك، باسكو سي اوبليجي عليك تقعد في سيلونه وحدك، يعني غير خوا سيلونا وحدة خوا يطلعوني انا، يطلعوا بدر بعد يطلعوا الالماني بعد يطلعوني انا، وكاين اللي ممنوع عليه يبقى في سيلونا وحده، لازم يحطوه مع واحد ولا هو ما يبغيش يقعد مع واحد يديروا له كاميرا في سيلونا، الا كان عنده حسن السلوك يخلوه يقعد وحده في سيلونا نورمال، المهم انا ما كانش على بالي بهذا الثلاث محتى من بعد وليت نعرف، بعد ما قضيت 5 سيمانه هكا في السيلونا هذيك مع المغربي والالماني درت بريه للسوسيال، خاطش انايا زايد لو 23 مي اليوم عيد ولادي درت لها بريه سوسيال تما في الحبس، جات عندي واحد المراه المانيه حلت عليا باب تاع السيلونا عيطت لي وكفتني برا، قالت لي انت زايد كي نكتب لها انتراك يعني واحد الورقه ديموند يعني طالب باغي نهضر معاك باش تجي عندي نوض الصباح نبدل نعطيها للغارديان، الغارديان هذاك اللي هما المحابس كاين اللي يدي لها البريه الورقه للدونتيست، كاين اللي يديها للاوبتيسيان تاع نوادر، كاين اللي يديها للسوسيال كي يكون عندها باغي يهضر مع السوسيال، انا بغيت نهضر مع السوسيال، كي جيت عندي السوسيال قلت لها شوفي مدام، قلت لها ايش هاب جيلد دغاي 100 اورو اوف ماي كونتو
قلت لها ايش will das؟ قالت here angekommen nach Knast. قلت لها ايش will ein Einkauf machen؟ زعما قلت لها عندي 300 اورو راهي في البنكه باغي ندخلها هنا للحبس باش نشري بيها. قلت لها ما عنديش انا، ما عندي والو. قلت لها انا قهوه ما عنديش، سكر ما عنديش، دخان ما عنديش. قالت لي واه ما كاش مشكل. قالت لي اليوم غادي نديرها لك كادو. قلت لها عندي بزاف ناس يقارعوا. قالت لي بصح غادي نديرها لك كادو باسكو لانيفرسال تاعك اليوم، روندي لك هاد السيرفيس. طلعتني البيرو عندها، عيطنا الفورس بانك، هذه الفورس بانك بونكا في المانيا. قلت لهم وا الو منا، انا فلانه بالفلانه، راه معايا فلان بالفلان، راه باغي يهضر معاكم باش تدخلوا له الدراهم على الحبس. فوتتني، عطيتهم الاوكي، عطاتهم الكونت بونكير تاع الحبس، بعثوا لي دراهمي اللي كانوا 300 اورو في الكونت، بعثوها لي للحبس والكونت تاعي حبسوه لي. جبت 300 اورو، شريت شويه ماكله وصوالح ومنا، وقعدت مع بدر في السيلونه والالماني. قعدنا 3 جور، جا طبع عليا الغارديان قال لي سي بون خمن صالحك، غادي تطلع للسانكيام ايطاج. الحبس فيه 5 ايطاج، انا كنت في الاي، كاين الا والبي والسي والدي، طلعوني للدي، انا كنت تحتها. خمن صالحك منا. المهم تفارقت انا وبدر، السلام عليكم، سلام صاحبي، تهلا في روحك، نتلاقوا في لاكور. يعني 23 ساعه في السيلونه، حق العمل عندك، لكن بعد شهرين ولا شهر ونص عادك باش يعيطوا لك تخدم. اسمع مليح عزيزي المشاهد، بعد ما فهمت باللي لازم عليا نبقى 23 ساعه في السيلونه، ما كان لي خدمه ني والو، وطلعوني سيلونه وحدي فوق، سيلونه صغيره شعل فيها، فيها 6 مترات ولا، فيها حاشاكم وحاش قدركم، تواليت اينوكس، فيها لافابو اينوكس، فيها مرايه اينوكس، فيها سداري، طابله، كرسي خاويه ما كان والو، كوفيرتا. دخلت عطاوني طوبسي، عطاوني فرشيطه ومغرف وفنجال ومنا. جات عندي الغارديانا قالت لي عندك حق تكري بلازما. نكري بلازما تما مليحه، نكري بلازما نقلع الضيقه. اي قلت لها صاي جيبي لي بلازما، ويقلعوا لك من دراهمك، تعش دراهمك اللي راهم عندك، يعني كل شهر تخلص 7 اورو. جابوا لي بلازما، شريت ماكله، جبت الماكلتي حطيتها، عطاتني مفتاح تاع الكيلو شخانك تاع الفريجيدار تما في الايطاج. يعني نوض الصباح على 6 تاع الصباح، نلبس الجينز بيبيطا تاعي، نقابل غارديانا تحل لي الباب، لابيل نقولها جود مورغان، جود مورغان، طيب قهوتي منا، نحمي الماء، ايوا نتقهوى، نشعل كارو دخان تاعي منا، نتفرج شويه صباحيات تاع الالمان، ونتعلم في اللغه. نقطه هذه ليكم احبابي، بزاف ناس عطاوني قال لك كي درت تعلمت لا لونغ المون. تعلمت لا لونغ المون باسكو تبعت التلفزيون الالماني، تبعت الاخبار، تبعت الميكيات، تبعت الفيلمات، كنت نسمع غير المانيه، ما كنتش نريح مع العرب بزاف، كنت نسمع غير المانيه، ولكن نخرج نريح مع هذوك اللي يهضروا المانيه، يعني لبنانيين، فلسطينيين، مغاربه، راكم فاهمين، نريح معاهم ونرفدهم سقسي، كيسموه كرسي، كيسموه تريكو، فهمتوني، كيسموه باب، كيسموها تاقه، كيسموها بريكه، وليت نرفد. علاش؟ انا قلت شوف انا دروك جامي دخلت الحبس، لا دوزيام فوا ندخل الحبس، ولا بريمير فوا ندخل الحبس مقود تاع بصح، تما سموني نتعلم، يعني تحس باعاده الاندماج، تحس بيها، ماشي كيما في البلاد يدوك الحبس راحت عليك البارتيه. نو في المانيا طبطبت عليا الغارديانا قالت لي شوف انت ما تهضرش المانيا غاي. قلت لها هيا، قالت لي كون زيت شو لاغين كريغنزي نويتش اورو برومونات. قالت لي تنجم تروح ليكول هنا عندنا في الحبس ونعطوك 90 اورو في الشهر. قلت لها لا قلت لها زعما سمحي لي مانيش باغي نقرا انا. قلت لها نهضر على حسابي. قلت لها بيان، قلت لها باغي نخدم، قلت لها باغي لهم دراهم باش كي نخرج نسحقهم. قلت لها انا برا ما عنديني خدمه ني والو. اعزائي المشاهدين انا برا، علاش كنت داخلها غير السرقه؟ باسكو ما كنتش نخدم، ما كانش عندي حق العمل، ما كنتش نخدم اونوار. يعني في المانيا لازم هما يعطوك اوتوريزاسيون يكاشوها لك في الاوزفايس تاعك، في البطاقه الاقامه تاعك اللي تكون عندك في المانيا، يكاشو لك حق العمل باش يولي عندك الحق باش تخدم وانت تحوس على خدمه. انا بعد ما خرجت من الحبس تحصلت على خدمه، نحكيها لكم في الفيديو الجاي. دروك رانا في الحبس، راني خادم شهر ونص تاع حبس من 12 شهر، وخايف ومبانيكي الا يهودوني للبلاد من الحبس. تابعونا في الفيديوهات القادمين تعرفوا واش صرالي. غادي نخليكم دروك في الحبس، رانا في القش قش لوسن اوف نافونتسوغ، رانا في الحبس المشدد والمغلوق، 23 ساعه في سيلونه، نخرج ساعه واحده في النهار، نخرج على 7 تاع الصباح ل 8 تاع الصباح، ساعه لازم ما تكونش راقد، خاطر انا نوض على 6 تاع الصباح، كي نوض نقولها صباح الخير ومنا ونتقهوى. خطرات نعاود شادير نرقد، كي نرقد تديني عيني، ما نفطنش لابيل، ما نخرجش، تما وليت نقعد قاعد حتى للسبعه. قد ما يهضروا عندنا باف في السيلونه، تهضر تقول كاين في خارج تندردرو، كاين ساعه، كاين
كاين الساعه تخرج الدور يعني في لاكور، ما كان والو، ني سجران ني جاردان ني والو، بالحيطان طالعين وكاين السما وصاي ما تشوف والو. يا اخت نوض تضرب لها بطونه في الحيط، كي تضرب لها بطونه في الحيط يشعل لك ضوء اخضر عند الباب اللي انت راك باغي تخرج. جي تحل عليك سيلونه، تحل عليك الباب تاع السيلونه وتحل على المحابس اللي راهم دايرين ديمون باش يخرجوا لاكور وتخرج. كي تجي خارج لي كاردي يقعدوا متسالفين يركبوا لك الخوف، يعني نقول لك يقعدوا متسالفين يخافوا كاش ما تخرج معاك، كاش ما باغي تمد الواحد، كاش ما باغي يطلع معاك، راك فاهم؟ ايوا يفتشوك وكل شيء. المهم نخرج الصباح نضرب دوره زوج ثلاثه اربعه خمسه، لكن عندي شويه دخان تبارك الله نكمي ونطلع، ما كاش عندي نافيغي شويه دخان تما على الشاشه ونطلع. ما كناش جزائريين بزاف، كنا سته ولا سبعه، من بعد صاي بداو واحد ينسلوهم من البلاد وبديت نخاف ما وليش نرقد في الليل. انا نقول لك حبسي خدموه لي ما وليش نرقد في الليل. علاه؟ هما نورمالمون سته تحل عليك الباب تقول لك جود مورغان، شنو يديروا ولاد حرام كيبغيو يسلوك للبلاد. 14 خمسه يطبوا عليك توك 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 بالمفتاح، يحلوا الباب ويقفوا اربعه لي غارديان ثلاثه عند الباب. ايوا تقول لك خرج كيما راك اجونو لي مينوس مطار تلقى راك في لاجيري نورمال. اما لو وليتكم ما نخرج لاكور نسمعها قلبي يولي دم، قلبي يولي دم. نعيط للكلبه بنت الكلب ما ترفدش عليا، خاطش عندها عندنا الحق نعيطو في التليفون ونحبس. يعني خطره في السيمانه خطره في الكانجو تقد دير دوموند للغارديان تعطيها لها تقول لها باغي نعيط في التليفون، تكتب لها النيميرو اللي باغي تعيط لها وكل شيء. من بعد انا وليت نعيط غير البلاد. ثم ايماجينيها حمار حاشاكم يطلع ودنيه، انت طايح مغربي وتعيط نميرو جزائري قام تعيط المغني. ثم باينه بلي انت كذاب، باينه بلي انت ماشي مغربي، باينه بلي انت جزائري، والهضره اللي تهضرها كلشي مسجل، والجيج هما اللي يقول لهم خلوا يهضر في التليفون، راك فاهم؟ كلشي مسجل ويعرفوك وين راك تعيط، ويعرفوك البلاد ويعرفوك مدينه ويعرفوك كلشي. وجيبوا حتى الترجمه يترجم لهمش راك تهضر كي تهضر في التليفون. يعني النقطه الاولى، إذا كنت طايع عزيزي المشاهد جزائري وأنت مغربي يرسلوك للمغرب، ولا كنت طايع جزائري وأنت ولا كنت طايع مغربي وأنت جزائري يبحثوا عليك ويقبضوا عليك بروف ويرسلوك للجزائر. بعد ما خدمت شهرين تاع حبس وستريس غاضبني ومازال باقي لي 10 شهور كي غادي يفوتها وباقي شهرين رمضان، درت دومون تاع خدمة، عطوني حق العمل في الحبس، داوني نخدم في واحد الورشة. كيفاش ورشة؟ اتولي في الحبس نخدمو الملح، الملح يجي من الشركة برا، يجي في ان غرو كيس، كي ان غرو كيس زعما كي ندير فيها مالكم، يجي في واحد القابصة هاكا كبيرة تربط خمسة قناطر هاكا تاع ملح، يجيبولنا بزاف صناديق، صندوق كبير فيه خمس قناطر تاع ملح. وعندنا ورشة تاعنا في الحبس، هنا شنو نديرو؟ نعمرو هداك الملح في القوابس. انا درت دومون داوني نخدم، دخلوا لي الورشة، هنا ايكيب فيها 14 واحد وعندنا كاميرات معسوسين وكل شيء، نخدموا بليغون لي بافيت قش تاع الخدمه، نعمروا الملح في القوابس ونوزنوه، وجماعه توزن، جماعه تلصق ليتيكات فوق القرح تاع الملح هذوك القوابس، وجماعه تعمر وتوزن، وجماعه باكي وتعمر في الكرتون، وجماعه تهود من الورشه للديبو. انا كنت نخدم معاهم نخدم معاهم نخدم معاهم. من بعد تك 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 شا وليت؟ وليت اربايت لايتا، يعني شاف تاع هذاك الجروب، وليت انا اللي نخدم خدمه كاع التاليه. بعد ربع شهور تاع خدمه وليت انا اللي نخدم الخدمه تاع مباكي كرتون ورسك له تيكي بيه بلا دات، وانت تبيليما وانت تصنع وانت تبيليما. كنت نخلص 14 اورو في النهار، غارديانا ولات تبغيني، وليت ديسيبليني. الزعقه ما كانش تحسب هذا هواري، ماشي اللي كان برا يدير المشاكل، هذا هواري يخدم سيريو يبكر، خدم خدم تاع نيشان، ما كانش زعاقه، كاش كاع تبهليل، ما كان مشاكل في الحبس ما والو. داروا لي عند الباب تاع السيلونه تاعي نقطه خضراء، يعني هذا مسجون بيان ديسيبليني، ما عندكمش مشاكل معاه. باسكو في الحبس خوتي كاين جزائريين ومغاربه وتونسه يديروا مشاكل، يضربوا رواحهم، يقطعوا رواحهم، يهرسوا التلفزيون، يقايس الغارديان بالمحامي، راك فاهم؟ كاين داري لهم نقطه حمراء عند الباب، ممنوع غارديان واحد ولا غارديان يحلوا ليه الباب، لازم يكونوا زوج ثلاثه، هذا قانون دايرينه في الحباس. انا داروا لي نقطه خضراء، كي جبت هذيك المعلومه صاحبي قلت له داروا لي نقطه خضراء، هو قديم في الحبس تما لبناني حاكمين عليه 14 عام كانت المرته المانيه وخدم منها 7 سنين ويخدم شيف كويزيني. سقسيته قلت له عبدو، قلت له داروا لي نقطه خضراء عند الباب، قلت له كارطه هكا خضراء ما فهمتش. قال لي هذيك زعما راك ديسيبليني وتنجم دير طلب تاع الكوزينه. قلت له كيفاش؟ قال لي تخدم معانا في الكوزينه. قال لي نخلصوا مليح ناكلو مليح وما يخصك والو. طارك مني تقول لي واه، قال لي وعندك بزاف، قال لي عندك بزاف يعني حظوظ باش ينقصوا لك من السجن تاعك.
قال لي انت المحل الحكومه ليك عام، قال لي كابابل، قالوا لك 15 يوم 20 يوم. قلت له راك منيت؟ قال لي هو در ديموند. قال لي الزهر در ديموند، كتبته منا، كتبت سمعوا مليح، اي هالو ايش بين هو ري بلا 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 ايش مشتا اربايت انديكيشا، تعلمت ايش مشتا وحدي، ايش مشتا اربايت انديكيشا بيتا كونزيمير هيلفن. مديتها الجارديا نوت صباح، مديتها الجارديا، رحت نخدم في الورشه تاع الملح. بورتون الورشه تاع الملح زعما ماشي شغل متعب ولا شاو الكوزينه، تخلص مليح وتاكل غايه وما درش كل سيمانه تشري، صايي تولي تجيب صوالحك من الكوزينه، ما عندكش علاش تشري من الكانتينه كل شيء. كون فاهمين احبابي، دير دوموند. جا عندي الفرملي دروك انا ندير دوموند تاع خدمه وراس باقي لي 8 شهور تاع حبس. علاش انا جاي عندي الفرملي؟ جاي عندي الفرملي داني من الورشه تاع الملح، عيط لي قلت له هو قال لي طلع معايا دير لي زاناليز. لي زاناليز تاعش لي زاناليز؟ قال لي باش نشوفوا لك دمك شافي كاش مرض ولا. قلت له بصح ما فيها والو، قلت له بصح علاش با يديروا لي لي زاناليز؟ قال لي باسكو راك مقبول في الكويشه تخدم، راك مقبول في الكوزينو. قلت له فرحت منها، بغيت نطير، ما امنش عقول لكم خوتي، فرحت. خاطش علاه؟ اللي يدخل يخدم في الكوزينه يعيطوا لها الخدمه تاع الثقه في الحبس. كوزينه قد كاع عندك الخدمه قدامك، عندك الماكله تاع الحابس قد تسممها، راك فاهم؟ هي خدمه تاع الثقه، يعني عندك 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 حدود انك تقدر دير ديبلوم باش تريح في المانيا، تقدر تتعلم، تقدر تخدم خدمه تاع الكوزينه ومنها يطلقوك، ما يبعثوكش للبلاد. خاطش غادي تخدم خدمه يطلقوك برا، يقول لك روح تخدم في بلاصه فلانيه ريستورون، ويعطوك ادريس يقولوا لك غادي ندخلوك تخدم. انا دخلت قبلوني، ورحت عند غارديان تاع الكوزينه، عطاني قش ابيض، صاي كنت نخدم في الملح كنت نلبس قش ازرق، عطاني قش ابيض، سروال كري تريكو ابيض، كاسكيطه منو تقاشير، صابو هذاك تاع لي زاغ فيرميير، لي زاغ لي زاغ فيرميير، مش عارف كيف تاع الفرملي تاع الفرملا تاع الفرملا، صابو منو. فرحت خرجت لاكور فرحان، صاي كيما نقولوا تاقلمت في الحبس، وليت حاس روحي بيان. كذب عليكم خوتي الصراحه راه وليت حاس روحي بيان. الحاجه الاولى اللي تعافيت منها والله يحفو عليكم، الزطله الماريوانا، كنت ندير بلاصي على جالها، وكنت كل يوم نضيع 10 اورو تاع ماريوانا، يوميا 10 اورو تاع ماريوانا في مده 5 سنوات. ريحت من الزطله ما وليتش نكمي، كنت ناكل الحلوه اكستازي حبستها، كنت نشرب الشراب حبستها، وليت بنادم تاع رقاد، ماكله عمل رياضه سيريو. حسيت باللي هذا العام تاع حبس ستفني، ردني سيريو، باقي لي 10 شهور نزيد نخدمها، 8 شهور. بديت في الكوزينه، بديت في الكوزينه، تعرفت على الجروب تاعي ما شاء الله، شوالا كوزينه، ولينا نبكرو 5 اور دي ماتان، 5 تاع الصباح نوضو، اون فلف اور موغنز، دان موسيس اوف شتين، اون دان يجي عندي بي امتا، 5 تاع الصباح نوض، يجي عندي الكارديان، يحل عليا تي اوف ماخن، حل عليا الباب، يخرجنا كاع. شوالا خوتي، الايطاج تاع الخدامه اللي سكنوا اللي يخدموا في الحبس، عندهم ايطاج وحدهم سبيسيال، البيبان يتبلعوا لينا. بصح كي نكملوا نروحوا نخدموا على 6 تاع 5 تاع الصباح نوضوا، نروحوا نبداو نخدموا، الزوج نكملوا، سمعوا مليح، الزوج نكملوا، ندوشوا يوميا، نطلعوا لي سيلونات، يحلوا لينا كاع السيلونات، نبلع لينا الباب تاع ميشلان من والباب تاع ميشلان من هنا، 12 خدام ولا 14 خدام في الكوزينه، كاع نسكنوا في ايطاج واحد، كاع يحلوا لينا الباب تاع السيلونات، يخلونا ندوروا نبوجوا، نروحوا الكوزينه نطيبوا، نروحوا عند بعضنا بعض نلعبوا، نضحكوا بابي فوت، سال دي سبور. اني نقول لك حنا 14 محابسي مخيرين في الحبس، يديروا فينا ثقه، نعيطوا في التليفون الوقت اللي نبغوا، الوقت اللي نبغوا نعيطوا، دايرين فينا كونفيونس، حتى ولاو لي غاردين يعيطوا لي يقولوا لي ارواح ترجم منا للمحابس هذوك اللي ما يهضروش المانيه، يعيطوا لي يقولوا لي يعني معليش نديرونجوك والي، ارواح ترجم منا مع هذاك العراقي ولا مع هذاك الجزائري ولا مع هذاك المغربي، انا نروح ترجم لهم فيت في 15 دقيقة 10 دقائق هكا نعاود نولي خدمتي. كي شافوني نديرها لهم دو فوا تروا فوا، داروا لي بورسونتاج فوق خلصتي تاع تاع الكوزينه، عطاوني قريب 3 اورو ولا 2 اورو 50 في النهار سبيسيال فوق خلصتي، وليت نخلص 420 اورو في الشهر في الكوزينه. خبزه حلاليه ناكل بيان، سمنت في صحتي، حبست الكيف، شعري طولته، شعري كان طويل، حبست الزطلة، حبست الخيانة، حبست الشراب، حبست كل شيء، وليت غاية، وليت نعيط للبلاد، قلت لهم شوفوا كتب ربي هودوني للبلاد تبارك الله، كتب ربي خلوني هنايا، خلوني هنا، يا هضرة ولدك راك تشوفها، قلت لهم مازال راني ديال الله ديان، ومازال ما جاتنيش البرية باللي ولدي ولا ماشي ولدي،
قالوا لي ياك يا الله يسمعك صباح الخير منا. قلت لهم تهلاو في رواحكم، المهم راني نخدم في حبسي وراني غايه وما خصني والو، عندي بلازما راني راقد مهني، راني ناكل غايه الفريجيدار الكوزينه نطيب شان مغير البقلاوه الميكا المالبورو وما خصني والو. الحبس في الالمان ولا معيشه في الجيري خوتي وحبابي، 25 دقيقه راه الفيديو، راني خدام في الكوزينه. غدوه ان شاء الله ولا من غد غادي تجيني المفاجاه الكبيره والكبيره، اللي حسيت الدنيا، حسيت زدت في الدنيا من جديد. خبر شباع، خبر مفرح. الفيديو الجاي غادي نقولها لكم، مازال راني في الحبس وراني نخدم في الجيجمة تاعي، كيجيني خبر شباب من بعد غادي يجيني خبر مقود. من بعد نخرج من الحبس، كي نخرج من الحبس يزيدوا يصرصوا راحوا اخرين، ونزيد نهرب من المانيا ونروح لفرنسا، ومن فرنسا نتعرف على فتاة جزائرية ونبغي نتزوج بها وما يكملش ربي بيناتنا، ونهربوا لهولندا وما هولندا هي راحة وهي رايحة. خوتي احبابي دعمونا بالجام والبارطاج، بارطاجي الفيديو مع الحباب. خبرتني بجام صاحبي العزيز، كاش حاجة خصكم حاجة رانا هنا في الانستغرام تاعي هواري فلوك، نخليها لكم في صندوق الوصف. هواري فلوك حبابنا، مرحبا بكم ناس تيك توك في اليوتيوب تاعنا هواري فلوك. روحوا تفرجوا القصة كاملة، وما زالت القصة طويلة ومتواصلة. حبابي الزينين تحياتنا لكم من القلب، تحية الجالية الجزائرية وين ما كانت. يحيى خويا وحبابي وصحابي كاع تاع الغربة، يحيى كاع الحراقة، يحيى كاع الناس اللي تبغينا صحاب البلاد. الله يعطيكم هجرة من البلاد، الله يسهلكم في أموراتكم. الحبس شعار تاع اليوم والهاشتاغ الحبس في الألمان ولا المعيشة في الجيري. السلام عليكم. المهم اللي ما قام يدير كومنتير يدير لي الحبس في ألمانيا العظمى ولا ريزيدونس في الجيري. ايه السلام عليكم الحباب.